نروح لواحد من يعني رموز التحكيم المصري والافريقي عشان برضو يقول لنا هو احنا مكبرين الموضوع مبالغين، يمكن يا ريت يقول لنا انتم مبالغين في الموضوع يا جماعه واهدوا مفيش حاجه يعني، وبكاري زي الفل والراجل عمل معانا الواجب قبل كده في كذا ماتش، والماتش بتاع التاهل يعني بتاع الجابون والراجل ولا الكونغو ولا ايه، وهو الراجل اللي كان بيحكمه واللي كان في برج العرب ووصلنا كاس عالم، وضربه الجزاء بتاعه تريزيجيه اللي جابها صلاح. يمكن كابتن سمير محمود عثمان يعني يقول انت غلطان ويقول لنا انتوا غلطانين ومكبرين الموضوع. مساء الخير يا كابتن. مساء النور. النهارده هقول لك يا كابتن عمرو بقى. الله يسلم حضرتك العفو، ربنا يخليك ما اقدرش يعني. ربنا يخليك. الله يسلم حضرتك كابتن سمير. احنا مكبرين الموضوع ولا لا؟ خلينا بصراحه، لا مش مكبرين الموضوع، بس برضو كويس التحرك اللي عمله الاتحاد المصري. تحرك ممتاز في وقت كويس. احنا كنا من حوالي 3 ايام يعني احنا مش بنحذر، بس بنقول يعني احنا بنثق في كل الحكام، بس كنا نفضل ولا بكاري جسامه ولا بملك ولا بوندو. للاسف جالنا بكاري جسامه، كنا يعني في حكام والله بملك سيما الاثيوبي حلو قوي يعني برضه وبيجري كده، جريته حلوه في الملعب يعني، بتاع العاب قوه بس ايوه جريته حلوه يعني. بس معظم الوقت بيبقى يعني هوم تيم شويه. كان في مصطفى عرباز، كان في فيكتور جوميز، كان في رضوان جيد طبعا. المهم احنا دلوقتي عندنا خلاص، احنا فاضل لنا ساعه ونص باذن الله ونوصل للفاينل. انا عاوز اللعيبه يفكروا في كده، ساعه ونص وتبقى في الفاينل تمام. المطلوب من اللعيبه بتوعنا يركزوا وخلاص يشيلوا من دماغهم بقى الحكم مساوئ بكاري جسامه. بس انا اتمنى برضو محمد صلاح على فكره ده مش لعيب كره بس، لا ده كابتن قائد طبعا. هو بيعرف كويس جدا يا استاذ عمرو يتكلم مع الحكم باسلوب محترف. طيب انا عايز اعرض على حضرتك، معلش لو الزملاء يجيبوا لي اللقطه بتاعت امبارح اللي هي بتاعت السوليه ها وهو بيضحك. شفت حضرتك كام اعتراض يعني؟ الكره بتاعت مصطفى محمد اللي على حرف منطقه الجزاء بتاعتنا في الشوط الاول اللي الكره ما كانش فيها اي حاجه واتحسبت علينا فاول، انني اتنرفز جدا وشد في شعره كذا كوره برضه، مصطفى محمد احتد على الحكم السنغالي. ادي اللقطه قدام حضرتك اهي، في حجازي داخل يزعق للنني وصلاح مستغرب والسوليه بيضحك. المواقف دي لو حصلت قدام جسامه والاعتراضات كانت شديده وعنيفه خصوصا من النني مثلا، من ايمن، من اي حد، تفتكر موقف جسامه يكون ايه؟ لا مش هيعمل حاجه والله. جسامه عارف انه غلطان يعني. بص للاسف يعني جسامه عارف، انت عارف يا كابتن عمرو، انت اما تلاقي حكم بيحجم لك الماتش يحسب لك فاولات في نص الملعب اللي هي بتعطلك تمام. هو هنقولها كده بالعربي شويه، هو من الناس اللي ايه معلم شويه ايوه تمام، اللي ما يعملكش واحده واضحه قوي، بس اللي يضايقك بانذارات في بدايه الماتش لناس مهمين يحجمك. انا بس عاوز من اللعيبه يركزوا ويستمتعوا بالمباراه، ومحمد صلاح هو الوحيد بقى يقدر يكلم بكاري بشكل كويس تمام. لان انت لو تفتكر الماتش اللي فات، ماتش المغرب، الحكم رضايب السنغالي لو تفتكر من الدقيقه 70 للدقيقه 80 حسب علينا سبع فاولات، ولا واحد فاول، ولا واحد. مظبوط باللمس، واحده مش عارف باتونسا ليه، ايه ده؟ مظبوط على حدود ال 18. هو ده نفس القصه بتاعت ده، بس ايه ده، ده كابتن جهاد جريشه قال لي دلوقتي معلومه كارثيه. المباراه بتاعت مالي وغينيا الاستوائيه اللي فاتت اللي كان بيحكمها بكاري، كان في ضربه جزاء لمالي تمام، فقام جاي جسامه حاطط ايده على السماعه قال يعني بيكلم الفار، وقعد يرطن كده شويه ويوهم الناس وما حسبهاش ضربه جزاء، قال يعني ان هو والفار تمام، وطلع ان الفار كان عطلان وما كانش فيه سماعه وكان بيمثل وما اتحسبتش ضربه جزاء، والكاف ما عملش حاجه. وكابتن جهاد بياكد لي ان ده من جوه أيوة لجنه الكاف. ايوه عشان جهاد ليه اصدقاء لسه بيحكموا من الحكام الموجودين عليه، وطبعا انت عارف عندنا كان سبع حكام ما شاء الله عملوا احلى مستوى في بطوله الكاميرون. مظبوط. فده واحد للاسف مش مؤتمن بامانه يعني. طب وازاي لجنه الحكام في الكاف تجيب وتديله ماتش بعد موقف ما والاتحاد المالي قدم احتجاجه يا كابتن سمير؟ يا كابتن عمرو اقول لك، بس عشان لجنه الحكام الافريقيه غير مؤتمنه اصلا. انت بتتكلم بقى عن لجنه غير مؤتمنه اصلا. وانا كنت بتمنى من كابتن عصام عبد الفتاح اللي هو عضو لجنه الحكام الافريقيه انه ينقب اسمه وتاريخه ويستقيل من هذه اللجنه. انت طيب. عارف يعني ايه اما حكم في ماتش تونس يصفر قبل نهايه المباراه بخمس دقائق وبعد كده يرجع تاني
ويصفر قبل نهايه الوقت بيقولوا كان عنده حاله اعياء وكان عايز ده الحمام. ده بقى التهريج بقى. ما قالوا كان عايز الحمام وعنده اعياء يا كابتن عمرو. ما هو ده التهريج بتاع لجنه الحكام الافريقيه. ما قال لك ايه بقى اللي يضحكه؟ قال لك ايه؟ طلع بيان رسمي قال لك ان حكم جات له ضربه شمس. لا اله الا الله. طب وحكم الفار اللي قاعد في التكييف جات له ضربه شمس، والاربع حكام في الملعب جالهم ضربه شمس، بعد كده قال لك عنده اي عاوز يخش الحمام. تهريج. دي ناس والله ما ينفعوش يديروا دوره رمضانيه والله بتوع لجنه الحكام دي. طيب. بتاعه الكاف. طب حضرتك شايف ان الاحتجاج مع المصريين اللي دخلوا على صفحه الكاف والرسائل اللي عماله تتبعت دلوقتي للكاف من عموم ملايين المصريين، كل ده هيحط جسامه عقلك في راسك تعرف خلاصك كده ودير الماتش بما يرضي الله، ولا ايه اللي هيحصل؟ اكلمك بصراحه. ايوه. ولا حاجه. ولا حاجه. ولا ازاي حاجة. بقى ولا حاجه. انت عارف احنا عاملين ايه؟ فاكر ده هتبقى على الفضائيات كلها والكل بيتفرج على اللي هيحصل. انت فاكر سفر المونديال في ضمن نعمل دعايه جامده جدا 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 في مصر؟ احنا ما عملناش دعايه بره. ده من الاول، من الاول كان في احتجاجات رسميه للكاف وكان يبقى في تحذيرات، بس هم مصممين عليه. طب خلي بالك انا عملي جدا يا بس طبعا. هو الراجل على الاقل مش هيغامر لما يلاقي ان هو عليه سبوت قد كده، كشاف قد كده، مش هيغامر برضه بسمعته يعني مهما كان. يعني الله هعزمك على العشاء باذن الله لو عمل كده باذن الله. لا ان شاء الله مش هيعمل كده، ولا اللي هعزم حضرتك ان شاء الله مش هيعمل كده. ان شاء الله ان شاء الله هيسمع الكلام وهيبقى فير وراجل جود بوي. خلينا متفائلين شويه يا استاذ عمرو. خلي اللعيبه بتاعتنا بقى المطلوب منهم يخرجوا اكيد اللعيبه من اكيد هم ناس محترفه بصراحه بصراحه يعني هم ناس محترفه ولاعيبه محترفه وجهاز فني محترف يقدر يفصل. احنا ده دورنا احنا كمشجعين، وانا هنا بنسى دور كاعلامي كمشجع، ان احنا نوفر الحمايه ونقول للناس خدوا بالكم ده كده ظلم بس. يا رب يوفقهم وخليهم والله لو استمتعنا بالمباراه اللعيبه هنعمل مباراه كويسه ونكسب. اصل خلي بالك بكاري مش قادر برضه يعمل حاجه. انت لو جبت هدف سليم ولا بكاري ولا 10 يلغي طالما انه هدف سليم. بس بالزبط. انا بدي نصيحه ايه بقى للبكاري؟ بلاش الاحتكاكات بقى جوه المنطقه والنبي يعني بلاش. خاصه فين بقى اللي حوالين ال 18 اللي جوه ال 18 اللي فيها 50 50، ابعد عنها. صح. خد المدافع، خد المهاجم لبره. والاخطاء اللي بره دي، ده الراجل فينسنت ابو بكر ده بيجيبها من الدور ال 15 وينزل بيها يعني. ده جبار يعني، ده جبار. ده بيجيب فينا جول من بيفكرك كده برشيد ياكيني، فاكر يا كابتن؟ برافو عليك، برافو. نفس الجته كده وطول رشيد ياكيني يعني نفس الجو بتاعه. تحس انه هجام. ومبومه برضه. صغير. صغير. كبير. ان شاء الله. شكله عجوز يعني. ان شاء الله.